بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالسادة المتابعين الدورة، واليوم إن شاء الله هنبدأ في المحور الرابع اللي هو دراسة سوق الخدمات. دراسة سوق الخدمات هو عنده يتكون من يعني كم جزء كده، اللي هو البيئة التسويقية للخدمات وعوامل البيئة التسويقية وبياناتك تصنع قرارك، نظم المعلومات التسويقية، بحوث التسويق، الفرق بين بحوث التسويق ونظم المعلومات، بحوث التسويق في المؤسسات الخدمية. فما ما كبير يعني الباب، ما كبير يعني. هو باختصار بيتكلم عن البيئة التسويقية والبيانات، يعني باختصار كده يعني. فحنبدأ اليوم إن شاء الله بالبيئة التسويقية للخدمات. البيئة التسويقية للخدمات وعرفها كوتلر مجموعة من القوى الخارجية لوظيفة إدارة التسويق في المؤسسة، التي تؤثر على قدرة الإدارة التسويقية في التطوير والحفاظ على عمليات التبادل مع عملائها المستهدفين. يعني هي باختصار هي القوة، البيئة معناتها القوة الخارجية اللي بتأثر في إدارة التسويق. فالبيئة الخارجية دي عندها عوامل، فاليوم إن شاء الله هنتكلم عن عوامل البيئة التسويقية اللي هي عندها 6 عوامل. فإن شاء الله احنا نعرف العامل ونضرب عليهم مثال، لأنه هي يعني إذا بدينا في نتكلم عن كل واحدة يعني بياخد مننا زمن طويل يعني. احنا المهم منها هي إنك أنت يعني تعرف العامل ده ومهمته وكده يعني. فهي يعني الحاجات دي احنا يعني بندرس في البيئة التسويقية، يعني في سؤال بيقول لك إنه بتفيدك في شنو يعني الحاجات دي يعني. يعني زي البيئة التسويقية دي بتفيد، يعني انت لو عندك مثلا خطة تسويقية، ولا عندك منتج جديد تقدر تنزل للسوق، ولا عندك خدمة جديدة تقدر تعملها، فانت يعني لازم تعمل دراسة، يعني لازم تعمل دراسة للسكان، تعمل دراسة تشوف القوانين بتاعت البلد هل هي ملائمة لك ولا بتعيقك، شوف الاقتصاد يعني البطالة، معدل النمو، الحاجات زي دي يعني كده، الموازنة بتاعت الدولة. بعد ذاك بتشوف مثلا العوامل التكنولوجية، فدي كلها العوامل دي بتفيدك إذا أنت عندك خطة دارت أعمال، خطة تسويقية، أو عندك منتج، أو عندك منتج سلعي أو منتج خدمة يعني. فبكل الحاجات دي أنت لازم تعمل لها دراسة. بعد ذاك تبدأ نبدأ في العوامل البيئة التسويقية اللي هي يعني العوامل المؤثرة في البيئة التسويقية، اللي هي عندنا من أول عامل اللي هي العوامل الديموغرافية. العوامل الديموغرافية هي تعني هي دراسة السكان، دراسة الأسرة، دراسة العمر، أعمار السكان يعني متوسط أعمار السكان. دي ده ما يخص اللي هي العوامل الديموغرافية. العوامل الديموغرافية انت احنا مثلا نضرب عليها مثال، يعني مثلا عندك خدمة التأمين الصحي، ستعمل شركة بتاع التأمين الصحي في منطقة معينة، منطقة ما، فانت يعني قبل ما تعمل الشركة دي بتعمل دراسة للسكان، بتعمل بتشوف متوسط الأعمار. إذا كان متوسط الأعمار يعني ما بين مثلا 60 إلى 80، يعني معناته الشركة بتاعتك دي يعني ما حتكون عندها أرباح، لأنه أنت الأعمار دي أعمار يعني كبيرة في السن، فكلها بتكون مصابة بأمراض سكري، ضغط، كلى، يعني أمراض القلب، أمراض الشيخوخة، كلها دي يعني أنت في اليوم الواحد ممكن يجيك في المستشفى، كل يوم ممكن يمشي المستشفى عشان يعمل فحص، عشان يشتري يعني أدوية، فبالتالي أنت عندك هنا بتكون مشكلة، يعني بتكون عندك مشكلة. دي بالنسبة للعوامل الديموغرافية. نيجي هنا الثاني، هنا العوامل عندنا العوامل الاجتماعية. العوامل الاجتماعية معناتها هي لازم تعرف الثقافة، بتعرف القيم الاجتماعية، الاتجاهات، السلوكيات. دي الحاجات العوامل الاجتماعية. الثقافة طبعا ثقافة المنطقة، ثقافة البلد، ثقافة الدول، فدي مهمة جدا يعني. إذا تعمل حاجة لازم تدرس ثقافتهم، لازم تدرس قيمهم، لازم تدرس اتجاهاتهم. ما ممكن تعمل لك انت حاجه منتج خدمي
يعني بما بتعارض مع ثقافتهم، بتعارض مع قيمهم، بتعارض مع اتجاهاتهم، بتعارض مع سلوكياتهم. فما ما ما الحاجة دي ما يعني، يعني مثلا إذا تعمل تعليم في منطقة، يعني تعمل كلية بتاع التعليم يعني دراسات معينة، دراسات سياحية، دراسات مثلا يعني، يعني دراسة، يعني دراسة مثلا في المنطقة الناس ما عندهم الحاجة دي يعني، يعني مثلا عملت كلية للسياحة مثلا في منطقة معينة، هم أساسا السياحة دي شايفينها ما يعني ما عدلنا، إنك أنت شايفين السياحة دي كلام فارغ كده، فما بتنجح هناك العملية دي يعني بتاع الكلية دي، هنا ما بتنجح في الحتة دي. فدي بالنسبة للعوامل الاجتماعية. عندنا تاني هنا اللي هي العوامل التكنولوجية، اللي هي العوامل التكنولوجية تمثل في التجارة الإلكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، فدي كلها يعني دي بتأثر في البيئة التسويقية. عندنا تاني العوامل الاقتصادية، اللي هي يعني ما يخص اقتصاد الدولة، يعني اللي هي القوى الشرائية، معدل النمو، البطالة، مستوى الدخل للفرد، الاقتصاد الدولة عموما، التضخم، دي كلها انت بتعمل لها دراسة سواء كان للدولة او للمنطقة. يعني لازم انت مثلا عندك مشروع خدمي، دار تعمل حاجة مثلا اتصالات، فلازم انت بتشوف يعني الدخل من مستوى الدخل بالنسبة للفرد، بتشوف القوى الشرائية، معدل النمو، مع التضخم، عشان انت مثلا ما تكون خشيت في مشروع بعدك انت تحصل لك مشكلة. يعني ده بالنسبة للبيئة العوامل الاقتصادية. عندنا ثاني هنا العوامل او البيئة القانونية، اللي هي بيئة كل ما يخص بالتشريعات والقوانين والأنظمة. يعني أنا إذا تعمل مشروع، إذا تعمل يعني مثلا منتج خدمي، أو إذا تعمل شركة خدمية بتاع الصيانة، بتاع بنوك ولا أي حاجة، أنت أول حاجة هتشوف القوانين بتاعت البلد والأنظمة والتشريعات، هل هي بتمشي معاك ولا في إشكالية. يعني دي ده مثال مثلا العوامل القانونية. عندنا تاني هنا اللي هو آخر حاجة، اللي هو العوامل او البيئه التنافسيه، دي طبعا المنافسه بين الشركات يعني، او بين يعني سلعه وخدمه يعني مثلا، فده كله يعني كل حاجات المنافسه، منافسه كبيره، منافسه يعني بين سلعه وبين خدمه، يعني كل ما يخص المنافسه هو يعتبر مثلا دي من عوامل البيئه التنافسيه. فانت لازم تعمل دراسه للمنافسين، الناس المنافسين الموجودين في البلد، تعمل لهم دراسه، شوفهم شغالين كيف، بيعملوا شنو، المهم تستفيد من دراستهم دي يعني. فدي كان اليوم ان شاء الله، ده كان عوامل البيئه التسويقيه. فان شاء الله الفيديو القادم نتكلم عن البيانات، بياناتك تصنع قرارك. شكرا جزيلا.